من أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح خط بحري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أقرب الأجل، تجسيدا للمباحثات الثنائية بالجزائر مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في الزيارة الأخيرة الثلاثاء الماضي. سيكون في الحقيقة قرار رئيس الجمهورية بفتح خط بحري نحو نواكشوط يعطي إضافة ورسالة قوية إلى المتعاملين الاقتصاديين بأنه عام 2022 هو عام اقتصادي بامتياز. نقل البضائع خاصة البضائع التي تحتاج إلى تبريد مختلف البضائع. وتأتي مبادرة الخط البحري كخطوة جديدة تتجه من خلالها الجزائر نحو العمق الإفريقي من بوابة موريتانيا. سيدعم التبادلات البينية التي ما زالت ضعيفة بين الدول الإفريقية خاصة مع الامتيازات التي تطرحها منطقة التبادل الحر الإفريقية لاصدكاف وانطلاقها مجددا. سنرى نتائج إن شاء الله مهمة في الاندماج وتكامل الاقتصادي الإفريقي. وفي خطوة أخرى تم الاتفاق بالعمل على إنجاز الطريق الاستراتيجي بين تندوف وزويرات. إلى قرار إنجاز الطريق بين تندوف وزويرات هو قرار يصب كذلك في مصلحة التبادلات التجارية والبينية ونقل البضائع وتنقل الأشخاص بين البلدين الشقيقين. وتخطو الجزائر في علاقاتها مع نواكشوط لأبعد ما يمكن، حيث لا يقتصر العمل على الطريق الرابط بين البلدين برا وبحرا، ويتوقع إنشاء مطارات وسكك حديدية في الولايات الحدودية.